الآن ال 75 هذه مع احترامنا لهم كلهم ومعظمهم هذه لم يختاروا وفق قواعد اجتماعية. يعني الأمم المتحدة لم تتدخل في اختيار الستين اللي قاموا بإنجاز المهمة في 59، لكنها الآن هي التي هي التي اختارت هذه هي حتى البعثة اسمها بعثة للمساعدة، بعثة مساعدة. لكن للأسف يعني تو في الفرق بين ال 49 وفي 50 والآن أن ليبيا كانت بشكل واضح هي تحت الانتداب في سنة 49، الآن بشكلية ليست تحت الانتداب لكن عمليا هي تحت الانتداب. هذا التناقض اللي صاير بين الواقع وبين الكلام النظري هذا هو اللي لخبط العملية. أنا في اعتقادي أن الأمم المتحدة أول لم تدخل في حل الأزمة وقامت بحلها. ستيفاني ويليامز اللي عملاته هل لصالح الليبيين اللي قاعدة تعمل فيه لحديد تو، هل لصالح الليبيين أم ضد إرادتهم؟ أنا أعتقد أنه في صالح الليبيين، في اعتقادي ليه الشخصي في صالح الليبيين. نعم، لكن الإشكالية اللي صايرة أن هل الخمس وسبعين المجتمعين هم عندهم المصلحة الوطنية هي العليا في ذهانهم، هم اللي بيحافظوا عليها، أو كل واحد عنده مصلحة خاصة؟ ممتاز. هل في دول لا تريد لليبيا أن هي تستقيم توقف على رجليها فقط لأن لا تريدها أن تكون نموذج صالح يقتدى به في يوم من الأيامات؟ أنا أعتقد أن التدخل اللي تم في 2011 كان الهدف هو اللي تحكي عنه أنت. في 2011 ليبيا كانت يمكن تصبح بديل ل يعني للإمارات، لقطر، لدول الخليج كلها. يعني هذه اللي يعني ليبيا تبعد أقل من ساعة من أوروبا، ليبيا حرارتها الحرارة في عندها 2000 كيلومتر على الشاطئ المتوسط، درجة حرارتها من 20 إلى 24 درجة مش 60 درجة. يعني كان يمكن تكون بديل لل ولهذا كان الهدف جزء منه هو إطفاء أي ظهور اقتصادي لليبيا، أي انتعاش اقتصادي. بعدها ليبيا أصبحت مسرح للتدخلات الأجنبية كلها، يعني كل الدول الآن تتدخل فيها. محورة النقاش كله أن الصراع اللي موجود داخل ليبيا سواء داخليا أو خارجيا، خلينا نركزوه شوي نقوله اقتصادي. لما تتكلم أن نص ساعة بين أو ساعة بيننا وبين أوروبا، لما تتكلم على طقس، لما تتكلم هذا ما ليش علاقة لا باجتماع ولا بقبائل، هذا كله اقتصاد. بل أكثر من اللي أكثر تحديدا النفط. أنت عارف اللي وحد ليبيا في بداية الستينات هو النفط. صحيح. الشركات النفطية رفضت أن تكون في ثلاث حكومات عشان تتعامل بكل واحدة منها بقانون. مزبوط صحيح. إذن النفط اللي وحد ليبيا قد يلعب دور آخر في تقسيم ليبيا.